تاريخ الغوص على اللؤلؤ، تأليف سيف مزوق الشمال. ذكر سيف أن كثير من الكويتيين سافروا إلى أوروبا، مثلا سمو الشيخ أحمد الجابر سافر إلى لندن لتقديم التهنئة للحكومة البريطانية، وعندك بعد اللي سافر صالح عثمان راح إيطاليا ميلانو لأغراض تجارية، وسافر طواش حسين بن علي وأبناء علي ويوسف والعم بعد محمد بن شملان بعلولو. كثير من الكويتيين سافروا، بس مو هذا الموضوع أتكلم عنه. أنا الموضوع اللي يهمني بعد عودتهم، شو يقول سيف بعد ما رجعوا؟ تخيل بعد ما رجعوا من أوروبا، اللي راح باريس، اللي راح إيطاليا، راح مش عارف، يتكلمون اللي شافوه هناك. يعني أنت طالع بيوت طين ولنجات خشب، ها، إلى باريس ولا إيطاليا، يقولك تفاجأوا بالسيارات والقطارات والطائرات، دور السينما والعمارات الشاهقة. شوف ذكر العمارات الشاهقة والأسواق والشوارع الفسيحة كلها، وكل ما تحوي باريس من تقدم رقي. يقولك بعد شي، يقولك الحديث والحديث عنه يثير الدهشة، حتى الناس قاموا يتناقلون أخبارهم من واحد لواحد. تخيل واحد رايح لهم بقطرة وعقال ولابس لي دقلة، بين الفضل غيروا ملابسهم، قال ما نروح إلا ملابسنا، ما شاء الله. فلما راحوا هناك استغربوا من التقدم اللي صاير في هذه البلدان. تخيل قطارات، طائرات، دول سينما، وعمارات شايقة، وأسواق وشوارع. فلما رجعوا يعني كأنه حلم، لما رجعوا يتكلمون عن اللي شافوه هناك. تخيل. وسلامتكم، ويعطيكم العافية.